طبعا اليوم راح نسوي الدجاجه بالخضار. بالبدايه عندي هنا دجاجه مغسوله كل الزين، املحها كل الزين وافركها بالملح، اهم شيء من كل الجهات. هسه انزع عليها خل ابيض وشويه خل الكرز وهذا اختياري، وستر سايز شوس، واخر شيء عصره ليمون، واحط الليمون بداخلها اقلبها واخليها فد نص ساعه بهاي التتبيله. هسه عندي هنا كاسه انزل بيها زيت زيتون وانزع عليها البهارات وكاتبها لكم جوا الفيديو، ونخلط شويه باربيكيو صوص وشويه مايونيز، وهم نخلط. اطلع الدجاجه احشيها بالخضروات، جزر وبوتيتا وفلفل وبصل، بعدها انزع عليها الصلصه وامزجهم كل الزين، بعدها احطها بكيس ما شوي وامزج باقي الخضروات بالتتبيله واحطهم بالكيس، احطها بصينيه وبها ورق زبده، انزل بيها شويه مي حار واسد الكيس، وادخلها الفرن من فوق ومن جوا لمده ساعه ونص، ولا ساعه ونص راح اطلعها من الفرن، افتح الكيس مالتها. بس تاخذوها شلون صارت بهذا الشكل، وطبعا ابد لا تشغلوها من فوق، بس ادخلها الفرن من فوق عمود تتحمص، وبس تتحمص راح اصبها بهذا الشكل، اكيد لازم نجربها، بس لاحظوا العظم شلون طلع بهذا الشكل، نقسمها مستويه على الاخر، طبعا النكهه مالتها خرافيه، بس هيك ويا هاي الدجاجه.